نن عي وفاة المارشال تشاد رئيس الجمهورية تشاد ورئيس الأعلى القوات المسلحة إدريس ديبي الذي خسر روحه بالدفاع عن استقلال بلادنا في أرض المعركة. بمرارة شديدة نعلن وفاته في هذا اليوم الثلاثاء 20 من أبريل 2021. المارشال ديبي متأثرا بجروحه العميقة. هذا الحدث الأليم يأتي يوم الإعلان عن النتائج التي طبعا نتائج ترشح الماجستير أو المارشال للانتخابات الرئاسية. إدريس ديبي المارشال كما يقوم به في كل مرة تكون فيها المؤسسات مهددة أخذ أو القيادة وطبعا ضد الإرهاب وتأثر بجروحه في خلال المعارك وطبعا توفاه الله خلال هذه المعركة. نحن نتقدم بالتعازي الحارة لعائلة أو أسرة الأسرة البيولوجية والسياسية للمارشال وللشعب التشادي ولكل من طبعا يقدر هذا الرجل في أفريقيا لتكن روحه يسكنه الله فسيح جناته. طبعا إن وفاة المارشال إدريس ديبي له معنى كبير بالنسبة لتشاد ولأفريقيا برمتها وذلك بفضل التزامه للوحدة والأفريقية وللسلام وطبعا هذا بوجه كل قوات محتلة. طبعا هو متعلق بالاستقرار والوحدة الوطنية والسلام وهي قيم مكرسة بالنسبة للمارشال. وفي هذا الخصوص سوف يتم أو تم التنسيق ووضع مجلس انتقالي عسكري لتسيير أمور الدولة وطبعا لتأمين الاستمرارية وطبعا التدابير سوف يتم اتخاذ تدابير بدءا من اليوم. المجلس العسكري الانتقالي يضمن الاستقلال ووحدة الأراضي للبلاد وطبعا الوحدة الوطنية واحترام المواثيق الدولية. وطبعا سوف تكون فترة الانتقال 18 يوما ونعلن الحداد الوطني ل 14 يوما في كافة الأراضي التشادية وتنكس الأعلام وسوف يكون هناك تنظيم لجنازة وطنية وطبعا سوف يكون هناك ميثاق للانتقال ينصها الرئيس أو يضعها الرئيس المجلس الانتقالي وطبعا هناك منع للتجول منذ الخامسة صباحا والحدود الجوية والبرية تبقى مغلقة إلى وقت آجل وطبعا هناك مؤسسات جديدة سوف يتم تأسيسها ووضعها بعد أو وتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة انتخابات قام أو نضل من أجل قيامها المارشال حتى أنفاسها الأخيرة. نحن ندعو التشاديين جميعا في الداخل والخارج لمواصلة بناء تشاد معا. المجلس الانتقالي العسكري يطمئن الشعب التشادي بأن كل التدابير تتخذ لضمان النظام والسلام. يحيى تشاد.